السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ الأحوال طيبة؟ كنتي بخير؟ غبرنا عليكم شوية غير مع المرض، الله يشافي الجميع. المهم راه يبان لكم صوتي شوية مبحبح. المهم هنايا غنقدم واحد، جبت لكم بواحد الوصفة ديال المادلين. يعني هاد المادلين محبوبة عند كل شي الناس، بالاخص انا كنت كنموت عليها وتنموت عليها دائما، ومني كنت صغيره دائما تنشريها. المهم هاد المادلين عندي فيها غير واحد جوج بيضات، يعني الطريقه سهله. عندي واحد كاس ديال السنيده، كاس ديال عند العنبه، وكاس ديال الزيت، يعني ما كامش حتى السكر بالنسبه لي. انا راه كثرت صراحه مع معلقه العسل، فجاتني شويه حلوه، فانا نقترح عليكم انكم تنقصوا فيها الحلاوه باش ما تجيش حلوه بزاف. وعندي قشوره الحامضه وشويه ديال الملحه وخميره ديال الحلوه. حتى بالنسبه كاين اللي كيدير فيها الخميره الفوريه، انا ما درتهاش، درت معلقه كبيره ديال الخميره. المهم كندير هنا البيض، وكان دا واحد فاني ديال مع، واخا تنديروا ديك النكهه ديال الحامض، الا بغيتو تزيدوا النكهه ديال الفاني زيدوها، ولا فاني سائل. المهم هادو كاع تقدروا ديروهم. المهم كنضرب مزيان هنايا وغادي نخلط. المهم عندي داك المول ديال المادلين كندهنوه بالزبده وشويه ديال الطحين. هذا هو داك هذا القشور ديال الحامض. المهم الا بغيتو تصفيو من داك القشور صفيو، انا ما صفيتوش، خليته صراحه كيعجبني داك نكهه الحامض. هنايا درت شويه ديال الملحه، واحد القريصه الملحه. المهم هادو هادشي اللي فيها. وحتى لو بغينا نقدروا، انا درت المهم فاني سائل، رغم ان لما بغيتوش ديروه تستغناو عليه كاضافه. المهم كنضربوه مزيان، وغادي الاخير غادي ندير هنايا الطحين على حسب الخليط. كما قلت لكم ودائما كلشي تيقول على الطحين، كيكون بعض الطحين اللي كيشربو كاين بعض الطحين اللي ما تيشربش. غادي ندير هذيك معلقه ديال سميتو العسل، وتقدروا ديروا الكوفيتير. الا ما عندكمش العسل هكا ديروا الكوفيتير ديال المشماش. المهم انا غادي نعبر الطحين كما قلت لكم بكاس العنبه. هنايا كنخلط الكاس الاول، المهم كنخلطو باش ما يخليش لينا دوك، المهم دوك الحبيبات ديال الطحين، تنخلطو مزيان مزيان. المهم هنايا درت الكاس الثاني، لان انا نقصت الفيديو باش ما يجيش طويل. درت الكاس الثاني دابا. المهم غادي نشوف الخليط، لان ما خصو يجي لها قاصح لا جاري بزاف. المهم هنا هز لي تقريبا واحد 3 الكيسان ديال الطحين ديال الكيسان ديال العنبه. المهم هذا الكاس الثالث، لان انا قطعت صراحه ما بغيتش نطول الفيديو بزاف. المهم هذا الكاس الثالث، وغادي ندير الخميره ديال الحلوه، هي معلقه ديال الخميره. المهم غادي نخلط الخليط مزيان حتى تخلط الخميره مع داك الطحين، نخلطوه مزيان نتجانس لينا هذا الخليط. انا كما قلت لكم جبت سباتيلا، غادي نخلط الخليط ديالي باش نشوف واش ما بقاوش دوك الحبيبات ديال الطحين. صافي، وكا كتجي العجينه بحال هكا. كما قلت لكم يمكن لكم ديروه في البوش باش يجيكم ساهل. وانا المهم صراحه عندي ما قل زعما اخر حاجه كنقلب عليه ما وجدتوش. هنايا ملي دهنت اللاطا كنحطها، وما تعمروش بزاف باش ما يجيكمش المادلين كبيره. غتجيكم ديروا غير هكا القياس، يعني تقريبا واحد بحال هكا نص معلقه. ولا المهم ملي ديروا البوش ما تعمروش، المهم ما تعمروش هذاك اللاطا. هنايا بعد ما عمرت هذا الفران كيسخون، ان شاء الله غادي نديرهم.
والمهم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك وسبسكرايب، تقاسموه مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش يكون فائده. المهم مادلين ديالنا هي صبحت واجده، جات زوينه وغزاله ومفشفشه. المهم تنقول لكم اللي دخل جديد يتابونا ويضرب الجرس باش ديما يطلع لي الجديد. وتنقول لكم فضلا وليس امرا الا ما خسرت والو، كما كيقولوا بزاف الناس يعني بصراحه، يعني الناس كتشوف الفيديوهات ما كديرش اللايك ما كديرش تعليق، فالناس كتمشي تدير غير داك الفيديوهات التافهه وهادي ما فهمتش يعني صراحه، لا ليا لا لوحدين اخرين والله. وكنشكر واحد الاخت اللي دائما كتكومونتي، واخواتي حبابنا كلهم حباباتي كلشي هذا، وكيسولوا عليا شكرا لكم، يعني ما بقيت حطيت والو صراحه. حتى بالنسبه لهادشي انا كنحطو رحمه على الوالدين، كيستافد منه الانسان كما حنا كنستافدوا من الناس اخرين. شكرا لكم، الله يجزيكم بخير. والله شنقول لك، الله يرحم الشهداء مساكن فلسطين، احبابنا في غزه، الله ينصرهم والله يحفظهم. والله اش غنقول لك، هادشي تيألم زعما تنشوفو بعض اللقطات اللي كتألمنا حنايا مع قلوبنا معاهم. وتنقول لكم مبروك عواشركم، مبروك عيدكم، مبروك عواشركم. وهادشي راه الناس بزاف مأسفين صراحه. والله المهم هاد الحلوه راه ماشي دايره انا العيد ولا شي حاجه، كانت عندي وصافي كنت مديراها، وشحال هادي بغيت نحطها لكم جات مع هاد المناسبه، ولكن انا ما دايرهاش، ما كنديرش حلوه العيد صراحه غير المهم كتعجبني هاد مادلين ودرتها وقلت نشاركها معكم مع الظروف اللي كنت انا عيانه ما كنقدرش نهضر في المايك. فدابا جات الوجبه انني شويه صوتي ولا بعد شويه، فالله يشافي الجميع. وشكرا لكم وعيد مبارك سعيد، و والله يدير اللي فيها الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.